إذن لمناقشة قرار الحكومة في العراق بإجراء إحصاء وتعداد سكاني وأبعاد هذا القرار وأهدافه ومآلاته أيضا، معنا عبر سكايب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطاي. مرحبا بكم دكتور عبد السلام معنا. حياكم الله. أهلا بكم. إذن دكتور عبد السلام، مع أن الحكومات المتعاقبة كما تعلمون أخفقت في إجراء تعداد سكاني طيلة 20 عاما الماضية، قررت الآن حكومة السوداني إجراء تعداد. بداية، ما رأيكم بهذه الخطوة وما الأسباب من وجهة نظركم التي أدت إلى إخفاق الحكومات المتعاقبة منذ بدء الاحتلال على إجراء أي تعداد سكاني العراق؟ نعم، فشلت الحقيقة الحكومات السابقة، سببه استخدام ما نطلق عليه باستراتيجية الفراغ وملء الفراغ الديموغرافي بالمزيج الديموغرافي الهجين لغرض تغيير الغلاف السكاني وصولا إلى قلب الهرم الديموغرافي وجعل العراق أو من أجل جعل العراق منطقة خالية من السكان السنة والمسيحيين وغيرهم، والذي تسبب في انهيار الأمن الاجتماعي كما جرى في مناطق جرف الصخر والمقتادية والموصل والأنبار، علاوة على جريمة المغيبين كمحاولة منهم لتغيير المجتمع الانتخابي تمهيدا للوصول إلى المجتمع النيابي في البرلمان. يعني عملية إفراغ بعض المكونات وأحلال مكونات في مناطق سكانية معينة. نعم، وبما أن الإسناد الانتخابي الزمني المحدد لتلك الحكومات حقيقة أصبح خارج الحدود الإدارية والمسمى السكاني والوحدة العقارية وفق تعريف الأمم المتحدة، هذا أدى أيضا إلى فشل حكومات ما بعد 2003 إجراء التعداد السكاني والإسكاني العام. حاولت ففشلت الحكومات السابقة إلصاق عراق بلاد ما بين النهرين ببلاد فارس لتسليم العراق لغير أهله بقفازات مذهبية ظاهريا وليصب باطنيا لصالح المشروع القومي الإيراني من أجل اجتثاث العراقيين ليحل محلهم المستعرقين. فما يحصل الآن هو امتداد لإجراءات اجتثاث البعث وكوادر الدولة العراقية اللي تأسست من عام 1921. فالموضوع يا سيدي لا علاقة له بهذه الحكومة أو من سبقها، بل بسياستها السكانية والإسكانية وتوزيع الميزانية في المحافظات، وهي سياسة مغايرة للسياسة الإسكانية والسكانية للأمم المتحدة. طيب الآن دكتور، ما الذي تغير في حكومة السوداني؟ ذكرتم أسباب هذه الإخفاقات المتكررة للحكومات المتعاقبة، هل تلاشت هذه الإخفاقات لكي تقدم حكومة السوداني الآن على خطوة إجراء تعداد سكاني؟ هو الحقيقة الآن أو من بعد 2003 حتى هذه اللحظة بحكومة السوداني وما سبقها تعرض المجتمع العراقي إلى الاجتثاث السكاني والمذهبي وحصرا السنة، لجعل مناطق العراق خالية من السكان السنة والمسيح والإزيدية والتركمان، وما زالت هذه المحاولات قائمة في جرف الصخر والطارمية والعامرية والمقتادية وغيرها. يعني على سبيل المثال سرقة الحاسبة المركزية اللي تحتوي على البطاقة السكانية وشهادة الجنسية للمجنسين الذين تسللوا أثناء الزيارات المذهبية الشيعية بلغ عدد هؤلاء المجنسين يفوق 4 مليون مستعرق. فلإخفاء هذه الجريمة وجريمة المغيبين والنازحين قسرا، غرضه قلب الهرم السكاني لصالح إيران للهيمنة على العراق. فأسباب الفشل ما زالت قائمة طالما السياسة السكانية والإسكانية مرتبطة بسياسة المحاصصة والتمايز الديني والعرقي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها. إذن السؤال الآن بطريقة أخرى، هل يمكن إجراء هذا التعداد السكاني على وفق ما ذكرتم من فوضى أمنية، من هجرة قسرية وهذه المشكلات التي تفضلتم بذكرها؟ لا يمكن ذلك وستفشل، لأن إجرائها هذا يعد مخالفا لضوابط دليل وإدارة
تعدادات السكان والمساكن في الأمم المتحدة في نيويورك الصادر عام 2000. عدم الاستقرار الأمني والتمايز الذي أشرت إليه سيفشل التعداد، لأنه مرتبط بمسألتين حسب التعداد السكاني للأمم المتحدة أو دليل التعدادات السكانية. سيفشل لأنه مرتبط بمكان العد، أي بحكم الموقع للنازحين والمغيبين قسرا والمهجرين، وبسبب أيضا مكان الإقامة بحكم القانون للفئات السابقة اللي ذكرتها داخل وخارج العراق. التعداد والانتخابات لا يجريان تحت سنة الحراك وتحت الاحتلال. كونداليزا رايس مثلا رفضت إجراء انتخابات بلبنان متحججة بوجود الجيش السوري. طيب الآن العراق تحت الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني. الحرس الثوري والآن وأحزاب مصنفة على قائمة الإرهاب والميليشيات تسببت سابقا والعالم كله يعلم بخروقات انتخابية. هذه الخروقات ستتكرر أثناء التعداد، وسيحرم الإحصائيون من دخول مناطق معينة. لذلك لا يجوز إجراء التعداد في ظل هذه الفوضى الأمنية. يبدو أن ثمة أهداف لإجراء هذا التعداد كما تفضلتم، ضمنا بذكر بعضها من قبيل التغيير السكاني وعملية إفراغ مكون معين وإحلال أيضا. ولكن هل ترى أن هناك تأثيرات خارجية أيضا دفعت حكومة السودان للاستعداد في الشروع بإجراء هذا التعداد السكاني؟ نعم، هو الحقيقة يعني هنالك دلالات للتوقيت. يعني لماذا تم توقيت التعداد السكاني في الوقت الحاضر؟ هو لاستكمال الإجراءات التي قامت بها حكومات ما بعد 2003 في قلب الهرم السكاني. لكن الدلالة الأكبر التي عجلت وتعجل في القيام بهذا التعداد هو اندلاع ثورة تشرين وما سبقها من اعتصامات في الفلوجة، ودعواتها دعوات تشرين ودعوات الاعتصامات لطرد إيران برة، علاوة على مؤشرات إقليمية ودولية تشير بانهيار إيران من الداخل بفضل أو بجهاد الشعوب غير الفارسية. فالهدف هنا اجتثاث العراقيين ليحل محلهم المستعرقين وحملة الجنسيات الجدد الفرس والهنود عبدة النار والبقر. صدر بعد الاحتلال مؤلفين، الأول هو كتاب محو العراق خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر، وثانيهما هو تقرير نشرته مجلة التايمز الأمريكية اللي تعبر عن وجهة نظر إدارة البيت الأبيض تحت عنوان نهاية العراق عام 2015. خطة تفكيك العراق تعد أهم من تفكيك سوريا ومصر، وهذا ما ورد في مجلة كيفونيم الصهيوني عام 82 عندما استعرضت استراتيجيات إسرائيل لتفتيت العراق نظرا لما له من عمق جيوسياسي. فتفكيك العراق هو الهدف البعيد المنال. إذن في آخر دقيقة دكتور لو سمحتم باختصار، وفق ما تفضلت به من هذه الأهداف وعلى وفق ذلك، كيف سيؤثر هذا التعداد إذن بالحالة السياسية للعراق وأيضا بحقوق المواطنة؟ نعم، على صعيد الحالة السياسية الحقيقة تأثيره سيكون هناك متلازمة ما بين تأثير التكوين الديموغرافي الانتخابي وعلاقته بالمجتمع النيابي. الهدف من ذلك من هذا التغيير وصول الأحزاب إلى السلطة، وتكمن أيضا الحقيقة يكمن أيضا التأثير السياسي بعقدة الأقلية والأكثرية التي طرحت في الدستور والتي هي موجودة في الخيال الديموغرافي للسياسي وتم تقنينها أيضا. رغم أن إحصائيات مكتب الأمم المتحدة 2016 دحضت هذا الخيال السياسي الديموغرافي عندما أشارت أن السنة في العراق أغلبية واضحة بنسبة 51%. التأثير الآخر بخصوص المواطنة الذي تفضلت به،
الآن هناك في العراق ولادات غير شرعية مجهولة النسب بعشرات الألوف، أودعوا في دور أيتام تابعة للعتبات الشيعية الولائية لإيران لتنشئتهم تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، ليكونوا مستقبلا أصحاب المهمات الاستخبارية الخاصة على غرار تجربة الكيبوتزات الإسرائيلية، ومن ثم سيتم تسييدهم على العراقيين الشرعيين لكي ينتقل حكم العراق مستقبلا من أبناء التبعيات إلى أبناء الحرام. الشيء الأخير اللي أقوله لها تأثير على طلبتنا الأصلاء، هنالك توجيه من وزارة التعليم العالي باستثناء الأكراد الفعلية ذو الأصول الإيرانية بفارق درجتين للقبول بالجامعات على الطلبة العراقيين الأصلاء، وهكذا سيصبح للمستعرقين امتيازات تفوق العراقيين المواطنين. إذن شكرا جزيلا لكم عبر سكاب من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع دكتور عبد السلام الطائي، شكرا لك.